متابعينا متابع اليوم السابع، معكم أنا حسن مشالي مدير مكتب اليوم السابع بمحافظة مطروح. أنقل لكم أجواء اليوم الجمعة 25 سبتمبر. في هذه اللحظات كما تشاهدون وطوال اليوم والأيام الماضية لم يتم رصد أي تجمعات أو دعوات للتظاهر، حالة من الهدوء التام، وكما تشاهدون انسيابية مرورية وانتشار بعض المصطافين في الشوارع في اتجاههم إلى البحر الذي يبعد عشرات الأمتار من المكان الذي أقف فيه، حيث أقف حاليا في ميدان الغزالة أمام مبنى المحافظة ومديرية الأمن. وكما تشاهدون ها هو شارع الإسكندرية، أشهر شوارع مطروح السياحية والتجارية، وهو الشارع الذي يتم فيه تنظيم معظم الفعاليات الشعبية والرسمية عندما تكون هناك مناسبة أو أي فعالية. كما كنا ننقل سابقا معكم، حاليا أنا اليوم الجمعة 25 سبتمبر، 25 سبتمبر لم نرصد أي تحركات أو تجمعات، والصورة خير دليل على ذلك. بالنسبة للخدمات الأمنية تنتشر بشكل طبيعي وهو الشكل المعتاد يوميا لمتابعة الحالة الأمنية وتنظيم حركة المرور، لكن لم يتم طبقا لتصريحات مصادر أمنية أنه لم يتم الخروج على قانون التظاهر، ولم يتم ضبط أي من الأشخاص لتورطهم في التجمر أو التظاهر أو حتى الدعوة للتظاهر. كما تلاحظ خلال الأيام الماضية عدم وجود أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة مرسى مطروح للتظاهر أو لتنظيم وقفات احتجاجية، وكما تشاهدون حالة من الهدوء التام في الشارع، كما أن معظم أو جميع كما أن جميع مدن المحافظة تشهد حالة من الهدوء التام. اليوم الجمعة 25 سبتمبر، ولم يتم رصد أي تجاوزات أو تجمعات أو حتى تظاهرات في على مستوى المحافظة. كنت معكم أنا حسن مشالي مدير مكتب اليوم السابع بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة 25 سبتمبر. تحياتي.